درسنا اليوم أسماء الإشارة. هلا نحن بنقول عليهم les adjectifs démonstratifs. les adjectifs صفات الإشارة، بس أنا دا أقولها بالعربي لأنه بالعربي بنقول أسماء الإشارة، رح سميهم أسماء الإشارة مع أنه هن اسمه صفات، ما لنا بالتسمية. المهم أسماء الإشارة من كتار الحمد لله، من مثل العربي إلال، ما في عندي غير هذا، هذه، هؤلاء، بس للمفرد المذكر وللمفرد المؤنث وللجمع هن ثلاثة. بس طبعا ملاحظاتنا كتيرة، إذا نستخدم اسم الإشارة لشو؟ لحتى نشير على شخص أو على شيء، أي شيء تاني بدي أشر عليه بدي أقول هذا أو هذه أو هؤلاء. إذا هن ثلاثة، سو ماسكولين سينجليي، سو ماسكولين سينجليي مفرد مذكر، بستخدمه للمفرد المذكر. هذا الفتى، سو غارسون. للمؤنث سيت، سو سيت، سو سيت، سيت فيمينين سينجوليي. للمفرد المؤنث هذه، ست في، هاي بتنقرا هي، ست في، سو غارسون، ست في، سو ست. اما الجمع فهي سي. اذا انا بس ثلاثه عندي، سو مفرد مذكر، ست مفرد مؤنث، اي سي للجمع المذكر أو المؤنث، المهم بلوغيل أو مذكر ومؤنث مع بعضهم. سي غارسون، هؤلاء الفتية، سي في، أو هؤلاء البنات، تلك الفتيات. ملاحظة هامة جدا جدا، وقت بقول هذا الفتى هون مثل هون، هذا بالعربي قلت هذا الفتى، حطينا قل التعريف بالعربي، بالفرنسي ما عاد في داعي لقل التعريف. بقول سو لو غارسون، لا، سو غارسون تعطيني معنى اسم إشارة مع التعريف، لأنه الإشارة هي تعريف. فإذا سو غارسون ما في أدوات لا أن ولا لو، ما بحط أل التعريف ولا أداة نكرة ولا شيء. هل أداة اللي هي للإشارة تكفي للتعريف؟ يعني مختلف فيها الفكرة عن العربي، هاي هي الملاحظة. إذا بعد اسم الإشارة ما بنستخدم أداة نكرة أو معرفة كما في اللغة العربية، لأنه اسم الإشارة بحد ذاته هو تعريف. سو غارسون، هذا الفتى. ملاحظة تانية، هلا إذا كان أنا قلت سو غارسون للمفرد مذكر، بس يجي الاسم المذكر اللي بعد سو، إذا كان بديان بحرف صوتي يعني آ أو 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 إي، هل سو هاي بضيف تي، تي وحدة مو تنتين، تي وحدة بس وحدة، لأنه تنتين بصير للمؤنث، تنتين للمؤنث. إذا سو للمذكر ست، وبتلتفت تنقر هاي مثل هاي، ست ست، مع انه هاي للمفرد المذكر اللي بيجي بعدها اسم بديان بحرف صوتي، وهي للمؤنث في حرف صوتي او ما في حرف صوتي. المؤنث ما بيعيق، المؤنث دايما حبابين، ما بيأثر على اللفظ، فبيضل نفسه ما بيتغير. اما مع المذكر بديان بحرف صوتي بحط تي. إذا ابتدى الاسم المذكر اللي بعد هذا بضيف ت لاسم الإشارة، وبتصير ستاغ، هذه الشجرة. الشجرة بالعربي مؤنث بس بالفرنسي مذكر، أصلا أن أغبغ يعني لاغبغ، الشجرة مفرد مذكر، ستاغ. هلا قلنا إذا كان حرف صوتي، عندي كمان مو بس الحرف الصوتي، إذا كان أش، بس فأنا عندي الأش هي ما هي حرف صوتي، هي حرف عادي، بس مقسومة إلى قسمين، في عندي تنتين أش، بناخدهم تبقى بعدين، نوع ما بيأثر، يعني بتكون هون الأش موجودة بحط الت، بعتبرها كأنها على الحرف الصوتي، وفي عندي نوع من الأش بيقول لي ما بصير تحطي الت. طبعا نحن هدول كتير الكلمات اللي ما بصير نحط الت، نحفظهم لما بيمروا معنا، هن قلال كتير، ابو 10 كلمات بس، نحن ما رح ناخدهم كلهم، لما بتمروا معنا كلمة
بتقلنا لا تحط الت ما بنحطها، بس اما باللفظ الاش بجميع الاحوال ما بتلتفظ، كانها ما موجوده، بنغمض عيننا وقت منعدي عليها كانها ما موجوده. أم سيت أم أصلا أنوم أو لوم، مفرق الهلأش هاي بتسمح لنا نحط الت لأنه كأنه حرف صوتي، وجودها كأنه حرف صوتي ما أعاق. سيت أم سيت أم، عم تشوف اليزو عم بمشي معه فرد مرة سيت أم. بينما كلمة إيغو بطل، إيغو هاي بتقلي ما بصير تحطي الت، هلأش هاي بتقلي ما بصير تحطي تي قبلي، ما بقول سيتيغو لا سو ايغو سو، بالحالتين ما لفظت الاش. بس هل اش قالت لي حطي تي؟ هل اش قالت لي ما بصير تحطي تي؟ وانا بسمع كلمتها سيتوم سو ايغو سيتوم سو ايغو، هل اش منعت التي؟ هل اش سمحت بالتي؟ هل عدت معنا هي؟ بنحفظ هي بس، الباقي شو ما عدى معنا بنحط التي لبين ما نقول هي ما بتقبل تي. كتبت انا انه هالنوع من الكلمات قليلة كتير، رح نحكي عنها بعدين. ملاحظة كمان، اذا الاسم بالمذكر بالفرنسي مو بيعني انه هو مذكر بالعربي، يعني لما بقول هذه الشجرة بالعربي مؤنث، بس سيت اغبغ هي بالفرنسي ان اغبغ ماسكولين سينجلي مفرد مذكر. كمان ملاحظة الأخيرة، استخدام السيت تبعت المفرد المذكر واللي بحرف صوتي بس للكلمات المذكرة، للمؤنث ما بتأثر شي، وقلنا ما بتأثر شي مع سيت. سيت إيكول ضلت هذه المدرسة، ما أثر شي. سيت إيكول سيت إيكول ما أثر شي، إذا المؤنث لأنه يا أصلا إون إيكول أو لا إيكول يعني ليكول، لما بتكون الكلمة مؤنثة سيت بتضل على حالها، المشكلة بس عند المفرد المذكر سو و سي او تي. اذا عندي اربع اسماء اشاره، او بالاحرى هن ثلاثه بس، سو سيت سي، ولما بيكون في حرف صوتي سيت تي وحده. وخلصت القاعده. بس في عندي نوع تاني بستخدم فيه غير تقديم غير اشاره بس كنوع من التقديم، بسميه لي بريزونتاتيف، هن كلمات لتقديم شيء بستخدمها للتقديم، هي نوعين مفرد وجمع. سي بمعنى هذا أو إنه، طبعا هي أصلها سو إي ضمير إشارة سو مع فيرب إيتخ، ضمير إشارة سو مع فيرب إيتخ للجمع. سي بيجي وراها كلمة مفردة، سو سون بيجي وراها كلمة جمع. هذا أو إنه، سي مون امي هذا صديقي، سي ان فرير هذا اخ، سي ما مير هي امي، سو سون مي انفون هدول ولادي. فما عم بقول هذه يا اولا، ما عم بستخدم اسم اشاره هون، عم بستخدم ضمير اشاره مع فيرب اتر، بسميهم بس هالتنتين اسم لي بريزونتاتيف ولهم استخدامات. طبعا مستخدمون هدول مع ادوات نكره وتعريف، يعني سيتون اليف هذا تلميذ، غير ما اقول سيت اليف هذا التلميذ، مختلفه عن اسماء الاشاره لانه هي بتتالف من قسمين، بينما اسم الاشاره هو كلمه وحده، هي ضمير زائد فعل بيجي وراها ان او اون او ملكيه حسب انا عن شو عم بحكي. إذا هالتركيبين سي وسيتون لهم استخدامات، شو هي؟ أول شيء نحن عم نقدم أو عم نشير إلى شخص أو اسم حدا، سيت ان غارسون إنه فتى، هذا فتى، سيت اون في هذه فتاة، إنها فتاة، سيت ان انيمال إنه حيوان، سي رامي هذا رامي. Ce sont des garçons. شوفوا صار الجمع. هؤلاء فتية. Ce sont des filles.
تلك فتيات، ce sont un garçon et une fille، هذا فتى وفتاة، ce sont Paul et Marie، هدول بول وماري. تمام، بستخدم سي و سو سون إذا بدي أحكي عن شي مو عن أشخاص. سي ان كايي، هذا دفتر. عم نشوف كيف أجت أداة سو سون دي كايي، هذه دفاتر. بستخدم كمان سي و سو سون إذا بدي أعطي جواب قصير. كي ا بارلي، مين عم يحكي؟ سي موا، هذا أنا، أجت مع ضمير. سي توا، هذا أنت. سي لوي، هذا هو. سي تيل، هي هي. سي نو، هي نحن. إذا من تحدث؟ أنا، هذا أنا. كي سون سي بيرسون، مين هؤلاء الأشخاص؟ سو سون مي زامي، هدول أصدقائي، إنهم أصدقائي. كمان بستخدم سي للتعبير عن التاريخ، إذا بدي أعطي التاريخ بقول أوجوردوي سي لاندي، اليوم إنه الاثنين، اليوم هو يوم الاثنين. aujourd'hui c'est lundi، أو التاريخ aujourd'hui c'est le 18 juillet، اليوم هو 18 تموز. aujourd'hui c'est le 18 juillet، عم بستخدم سي. حان وقت الرحيل، c'est l'heure de partir، إنه وقت الرحيل، إنها ساعة الرحيل. c'est l'heure de partir. بستخدم كمان سي و سو سون إذا بدي أعطي جزء من الجملة أعطيه أهمية، فبدي أحطها على طرف. Le chat fait du bruit، القطة عم تعمل ضجة. هي القطة اللي عملت ضجة. سي لو شا كي في دو بروي، حطيت قبل لو شا لأنه مفرد حطيت سي، وبعد لو شا قبل الفعل حطيت كي. هاي القطة يلي عملت ضجة، أعطيت أهمية للقطة. هذا الولد يلي كسر الجرة، هاي البنت اللي كسرت الكاسة. لما بدي أعطي جزء من الجملة فبحط قبلها السي. كمان بستخدم سو سون إذا بدي أعبر عن الوقت اللي بقيان عنا، عنا شوية وقت نعبر عنه بنستخدم سو سون. مثلا سو سون سيزور كي نو سيبار، هدول 6 ساعات بيفصلوا بيناتنا، أنت بمدينة وأنا بمدينة، في بيناتنا 6 ساعات. سو سون سيزور كي نو سيبار، سيزور. سو سون 7 جور كي نو سيبار، 7 أيام تفصل بيناتنا. كمان بنستخدم سي سو سون تحدد مكان أو لحظة معينة. لا بوتيك سيت إيسي، المحل هو هون، هو هون، إنه هنا. سي دومان كو لو فاكتور باسخا، بكرة بيمرق الساعي البريد. سي دومان كو لو فاكتور باسخا، حددت لحظة معينة من الزمن أو حددت مكان معين. سو سون لي زور دوفيرتور، هي ساعات الافتتاح. وأخيرا بستخدم كمان سي و سو سون لأعلق على شيء معين، حي الله شيء. غامسي لي في، جمع أوراق الأشجار. سي ديفيسيل، هذا شيء صعب، يعني بمعنى هذا شيء. سي، هذا شيء صعب. سي بو، هذا شيء جميل. سي سامبل، هذا شيء بسيط. سي ديفيسيل، هذا شيء صعب. سي امبوسيبل، هذا شيء مستحيل. سي بوسيبل، هذا ممكن. سي جينيال، هذا رائع. سي فانتاستيك، هذا جميل جدا. اذا دائما سي للتعبير عن تعليق على شيء معين، ممكن تجي صفه، وممكن الأغلبية بتجي صفة، جميل، بسيط، صعب، سهل، هذه كلها صفات. إذا كتعليق، هي كل استخدامات أدوات التقديم سي سو سون. وجينا للتمارين المحلولة بالأخير والمترجمة واللي رح تحلوها أنتو. أكمل كومبليتي افيك ان ادجكتيف ديمونستراتيف، أكمل باسم إشارة. نو توشي با بلانت، لا تلمس هذه النبتة. بلانت فيمينا سينجلية،
لانه كلمات جدد ما بتعرفون. فيمينا مفرد مؤنث. ne touchez pas plante. j'aime bien petit village de montagne. انا بحب كثير هالقريه الجبليه هي. village masculin singulier مفرد مذكر. انا بترجمها قريه جبليه بالعربي مؤنثيه مذكر. كارولين اشتي voiture d'occasion. كارولين اشترت هالسيارة المستعملة. voiture d'occasion يعني سيارة قديمة مستعملة. voiture féminin singulier مفرد مؤنث. je ne connais pas homme. لا أعرف هذا الرجل. masculin singulier. انتبهنا؟ انتبهنا. Je ne connais pas la arf هذا الرجل. On regarde, ننظر إلى oiseaux qui sont en train de construire ni ما بلفظ الدي. ننظر نشاهد هذه العصافير هي masculin pluriel جمع مذكر. qui sont ننظر إلى هذه العصافير التي تبني هذا العش. masculin singulier مفرد مذكر هذا العش. on regarde oiseaux qui sont en train de construire nid. admire avec moi joli tableau. انظر معي إلى هذه اللوحة الجميلة. tableau masculin singulier مفرد مذكر. tu peux me lire histoire. تحسن تقرا لي هالقصه. histoire féminin singulier مفرد مؤنث. à qui sont livres qui sont sur table. لمن هذه الكتب masculin pluriel مفرد جمع مذكر. qui sont اللي محطوطه سير على هذه الطاولة. تابل هي فيمينا سنجلية. إتي هذا الصيف نوزيرون كيلكو جور أ باريس. سنذهب بضعة أيام إلى باريس. إتي ماسكولين سنجلية مفرد مذكر. عم ننتبه على إتي إتي إتي. ديس Bien sûr que je connais Batman. J'adore Hero. أكيد أنا بعرف باتمان. أعشق وأحب كثيرا هذا البطل. Hero masculin singulier. Hero. نتذكر القاعدة. Je crois que garçon est malade. أعتقد أن هذا الفتى مريض. Je crois que masculin singulier, garçon est malade. Comment s'appelle fille? Ma اسم هذه الفتاة. Féminin singulier. Connaissez-vous le nom de hôtel? هل تعرف أو تعرفون اسم هذا الفندق؟ Masculin singulier. ننتبه. Il faut jeter déchets dans la poubelle. يجب رمي هذه الفضلات هذه النفايات في علبة القمامة في سلة المهملات. masculin pluriel جمع. وهي الترجمة. exercice 2 complétez ces phrases. أكمل الجمل ب ce cette cette C. هذا هذه هذا للحرف الصوتي. هؤلاء للجمع المذكر المؤنث. سي إنه وبتجي وراها استخدامات إنه إنها كتعليق. J'aimerais vraiment acheter maison. Hélas, un peu cher. أحب حقا شراء هذا المنزل. هذا المنزل فيمينا سانجلية. مع الأسف
إنه غالي قليلا، إنه غالي. هذا الرجل أصبح شهيرا جدا، مشهورا جدا. أم masculin singulier est devenu très célèbre. Bijou masculin pluriel sont trop chers pour que je les achète. Dommage, j'aurais bien aimé t'acheter belle bague là-bas. هل مجوهرات غالية كتير ما بحسن أشتريها. هذا مؤسف، هذا مؤسف. صفة، صفة. هذا مؤسف، كنت بتمنى أشتري لك هالخاتم اللي هنيك. باك فيمينا سانجولية، عم تتحجج ما بدك تشتري شي. بيجو سون ترو شير بور كو جو ليز اشيت. دوماج جوري بيان ايمي تاشتي بيل باك لابا. إذن هالمجوهرات كتير غالية ما بقدر بشتريها مع الأسف. كنت بتمنى أشتري لك الخاتم اللي هنيك. أو tu as trouvé voiture elle n'est pas top. وين لقيت هالسيارة فيمينا سانجلية؟ elle n'est pas top يعني ما هي شغلة، ما هي excellent، ما هي شغلة رائعة. آخر جملة vrai que tu pars en vacances semaine. صحيح، هل هذا صحيح؟ عم بعلق، هل هذا صحيح أنك سترحل، ستسافر في العطلة هذا الأسبوع في ميناء سانجلية؟ vrai que tu pars en vacances semaine. وهي الترجمات والكوريجي. أول تمرين الحل، أول تمرين. واللي عنده ليا بالتعليق ليا بالتعليق ليش هيك انحلت، وأنا برد له إن شاء الله على التعليق. وهذا التمرين الثاني وأنا فيني خلصنا. كانت معكم مدام ما بتقولكم أوغوفوار على بخشين فوا. باي باي.